الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الإيمان هو الذي يستولي على قلب الإنسان. ولأجل أن ندخل في كلمات رسول الله خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم ليجي من بعدهم ليجي من بعدهم، فلو كان الإيمان يجعل الناس في درجة واحدة لما كان هناك مجال لخيرية. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اجتمع الإيمان كله بتاع الناس من قبل ما انت سيدنا أبي بكر الصديق لرجعها، لو اجتمع الإيمان مع الإيمان تاع أبي بكر الصديق في كفة وهم في كفة بتاع أبو بكر الصديق في كفة. لأن ليه؟ لأن أبا بكر الصديق لما جاو يدخلوا النار قالوا ما تدخلش أنت يا رسول الله حتى ندخلك، قالوا علاش؟ قالوا لأنك ربما تكون دفعة ولا عقرب ولا كذا ولا كذا وتمر بالدلو. قالوا وأنا إذا نجبت قال ومت فقد مات رجل واحد، ولكن إذا مت أنت فقد مات الإسلام كله. إذن هذا هو الإيمان. إذن قد فلو كان الإيمان يجعل الناس في درجة واحدة لما كان هناك مجال للخيرية، خيرية هذا على هذا وقرن على قرن، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان وينقص، يزيد بفعل الخير، يزيد بفعل الطاعات، وينقص بنقص الطاعات وارتكاب المهريات والظلم والتعدي. ولهذا في بعض الناس الذين لا يبالوا نقص بارد به، لأنك راك ماشي في مسيرة، راك ماشي في طريق، ولكن ماذا ينتظرك؟ ينتظرك القبر، وهو بيت الوحشة وبيت الغربة وبيت العمل اللي عملته في الدنيا تشوفه ثم، وبيت الصدق والإخلاص. ولا ينفعك يوم لا ينفع مالا ولا بنونا إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن يزيد الإيمان وينقص بمزيد الفعل بالطاعات، وينقص بنقص الطاعات وترك المخالفات، يزيد الإيمان وبارتكاب المخالفات ينقص الإيمان. وعليك أن تتحلى وأن تتخلى، أن تتحلى بمكارم الأخلاق وتتخلى عن المعاصي وعن الجرائم وعن التكلم في أرض الناس، وعليك أن تكون صالحا في قولك وفي فعلك. إذن فليس الشكور راضي بإحكام الله كالكفور الجشع الذي يشبع، وليس الصبور راضي بإحكام الله كالجازع الصاخب على الله، وليس السخي بماله كالبخيل المغتر. أراهم
يفعل الخير أبدا. فليس السخي بماله كالبخيل المغتر، وليس الوفي البار بأبويه وبإحبابه وبجماعته كالعاق الجافي الذي لا يحترم الناس. وليس الشجاع في ساحة الخير كالجبان عن بين الخيرات. وليس المتواضع للناس كالمتكبر. المتكبر النار، ولا يمكن للإنسان أن يتصف بالكبرياء. وله الكبرياء في السماوات والأرض، الله تعالى وجل المكرم. أما الإنسان الضعيف فخلق الإنسان ضعيفا. وليس الأمين كالخائن، وليس التقي كالفاسق المسلم الظالم المعتدي على الناس وعلى عرضهم، وليس الذاكر لله والقارئ القرآن كالغافل كالشكل. قل هل يستوي العمى والبصير هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء؟ لا يستوي العمى والبصير، لا يستوي أبدا. وليس قائم الليل كالنائم، وصرف الله إذ يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ماشي شيء هذا. ولقد وعد الله عن طاعات في سبيله بأموالهم وأنفسهم مزيدا من الفضل. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله أخرجنا من هذه يخافون عذاب الله. ولهذا
عليك أن تؤثر الآخرة على الأولى على الدنيا. حاسب نفسك قبل أن تحاسب مديرك. إحنا مشينا مديرك ثم مدراء عظماء ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. إذن حاسب نفسك أعد حسابك، إنك لربما تكون قد أخطأت، فاعمل عملية وراجع نفسك. أأنت تضلل غيرك وأنت تسعى للوصول إلى أهدافك كسبا لرضا الله وكسبا لرضا محمد صلى الله عليه وسلم وكسبا لرضا نفسك، لأنك عندما ترضى عن نفسك وترضى عن الله وترضى عن رسول الله فلا شك أنك أصبحت في الطليعة الأولى. انظر للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لأبي ذر غفاري: قل يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق. ما نقول شكر فصح، فإن البحر عميق. وخصف الحملة فإن العقبة تعود. إذا تبتغى بركة ضمن الشيء اللي تخطرصه، ما تبتغش الشيء اللي ما تقوله، فإن المبتدا لا أرض قطع ولا ظهر نقطع. إذا قال خفف الحمل فإن العقبة تعود، وأكرم الزاد فإن الطريق طريق صعبة. ولهذا أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت جميل ذلك، أو كتجمة الحكمة تجيبش مشيطة وما عندك فتا كل ما تفرر وصل، لا بد أن تجيب أنت متزوج وتزوجوا وأكل الزاد فإن الطريق طويل، وأخلص العمل فإن الناقل بصير. الله أهدنا بما فيه. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، إن الإيمان هو الذي يستولي على قلب الإنسان. ولأجل أن ندخل في كلمات رسول الله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم ليجي من بعدهم ليجي من بعدهم. فلو كان